تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور صحية وطبية تهمكم وتفيدكم كذلك. خلال البرنامج يسعدنا تواصلكم سواء بالاقتراحات، سواء بالمداخلات الهاتفية، وسواء حتى برسائلكم النصية سواء استفسار أو اقتراح، فحياكم الله ويانا. قبل ما أبدأ بتذكيركم برقم التواصل ويانا، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، في الإخراج عيسى سبيل، محدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. فحياكم الله، أتمنى لكم في البداية أسبوع جديد، أسبوع كل توفيق إن شاء الله. بدايتنا اليوم بداية يوم الأحد، إن شاء الله الله يجعل أسبوع خير للجميع. مثل ما عودناكم فقراتنا متنوعة وكثيرة تهمكم وتفيدكم. بداية فقراتنا مثل ما تعودتوا عندنا الفقرة التغذوية. بداية بنتكلم اليوم عن يوم الغذاء العالمي. طبعا الغذاء شيء أساسي بالنسبة للجميع، يعني شيء مهم لأجسامنا لصحتنا، ف هذا اليوم له يوم حتى مميز يذكرنا بأهمية هذا الشيء. هي عادة تعودنا عليها أنه شيء لا إرادي ناكل، بس بعد له أهمية الكبيرة. إن شاء الله بتكون ويانا على الهاتف الأستاذ عاش الحمادي، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، بتحدثنا عن يوم الغذاء العالمي. صبحت الله بالخير عاشة. صباح الله بالنور دكتورة. أهلا عاشة. عاشة، ممكن تحدثينا أكثر عن يوم الغذاء العالمي؟ إن شاء الله هو يوم الصحة العالمي، مش يوم الغذاء، لأن اليوم الصادف 7 أبريل هو يوم الصحة العالمي. والغذاء له دور كبير صراحة، سواء في الصحة هو طبعا هو كل احنا يعني نركز على التغذية بشكل خاص أساسي، فهو ينظم قسم تغذية المجتمع فعاليات يوم الصحة العالمي اللي صادف 7 أبريل في كل عام اللي هو اليوم، وذلك للمساهمة في تعزيز مستوى الوعي الصحي بالعادات الغذائية السليمة. بتقام هالفعالية في العديد من المؤسسات الحكومية والعيادات التابعة لهيئة الصحة، وفعالية هالسنة يعني مخصصينها بعنوان Eat Your Rainbow اللي يتضمن شرح أهمية التنويع في العناصر الغذائية من خلال التنويع والتركيز على الألوان المختلفة وعدم تناول صنف واحد من الوجبات المتناولة. بيتم التركيز في هالفعالية على قياس الوزن، نسبة الدهون في الجسم، وشرح أهمية الألوان اللي موجودة في الخضار والفواكه. منها أول لون اللي هو الأحمر اللي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وأيضا يساعد على الحفاظ على وظائف الذاكرة ويحارب الالتهابات. ثاني لون مركزين عليه اللي هو الأحمر. تعطينا مثال عليه الأحمر؟ الأحمر تقريبا من الكرز، التفاح، الفراولة، الفلفل الأحمر، الخضروات الفواكه اللي فيها اللون الأحمر يعني. أيوه. الشمندر. ثاني لون اللي هو الأخضر يعزز المناعة، يحمي العظام، ويخفض من ضغط الدم والكوليسترول الضار. مثال عليه من البروكلي والخضروات الورقية. ممتاز. والسبانخ. ثالث لون اللي هو الأصفر والبرتقالي يحسنون من وظائف المخ، يقللون تشنجات العضلات، وأيضا يخفضون من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، ومنها طبعا الليمون، البرتقال، المانجا، البابايا. أما رابع لون اللي هو الأزرق والبنفسجي يحاربون الشيخوخة ويقوون المناعة ويحسنون من وظائف الجهاز الهضمي ويخفضون من خطر الإصابة بالسرطان ونمو الأورام. طبعا من هالألوان اللي هو الشمندر، العنب، البلاك بيري، البيريز بشكل عام يعني.
الجميل أي أستاذة، عشان الجميل أنكم ربطوها بالألوان عشان الواحد تثبت عنده أكثر. هي لأن دائما إحنا نركز على المجموعات الغذائية، فهالمرة قلنا على الألوان عشان يلونون الصحة، كل ما كثرت الألوان كل ما كانت فايدتها أكثر حق الجسم. ممتاز. آخر لون ركزنا عليه اللي هو الأبيض، هو يقلل الكوليسترول، يخفض من خطر الإصابة بسرطان المعدة وأمراض القلب، ومثال عليه الثوم، المشروم، الزنجبيل، الموز، الكمثرى، الخضروات اللي لونها أبيض اللي فيها اللون الأبيض دارج. هي. في النهاية طبعاً هالألوان كلها لها فوائد عظيمة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، فلازم إحنا دائماً ما نركز على نوع واحد من الأكل ونهمل الأصناف الثانية، كل ما نوعنا كل ما كان أحسن، لأن الكل نوع فوائده ويعني اللي يحتاجه الجسم طبعاً وكل نوع يكمل الثاني، يعني ما أقدر أعتمد على نوع وخلي الأنواع الثانية بعد. طبعاً لأن في بعض الفيتامينات والمعادن كل واحد يساعد في امتصاص المعدن الثاني من الجسم، فعشان كل ما نوعنا كل ما كان أحسن. بالنسبة للفعالية أنتوا سميتوها Eat Your Rainbow، اللي هو أن كل القوس القزح، يعني شبهتوها بألوان قوس القزح. هي تقريباً لون صحنك. لون صحنك، فتشذي حتى المتعامل يسهل لأن يذكر ألوان قوس القزح ويعتمد عليها، في أساس إذا شخص فرض نسى واحد من الألوان يذكر بس ألوان قوس القزح، يربطها على طول بالخضروات الفواكه أو الأكل اللي موجود، أساس نفس ما قلتي أنه يلون صحنه يكون متنوع بخصوص الصحن، يكون متنوع بألوان مختلفة، منها تشد الانتباه يكون شكلها حلو، وثاني شيء إلها فوائد مو بس شكلان، حتى داخليا إلها فوائد كثيرة. حتى في الفعالية لما مطبقين الفعالية حاطين قوس القزح على كل لون في العينات من الأكل عشان يركز عندهم وما ينسون لون الألوان. ممتاز، هالشيء صح يثبت المعلومة أكثر. عاش، وين بتكون الفعالية؟ كل فعاليات تقريبا كل يوم في مكان، في بعض من الجهات الحكومية طالبيننا. أيوة. والعيادات الصحية، العيادات التابعة حق هيئة الصحة. ذكرينا اليوم بتكون في مكان معين الفعالية؟ اليوم موجودين هم في المجلس الوطني الاتحادي. ممتاز، يعني شيء جميل أنكم حتى ما بس في الهيئة أن توزيع للأماكن الثانية، تعرفين أن توصل المعلومة لأكبر عدد ممكن من الناس، لأن هالمعلومات جدا مفيدة يعني لصحة الشخص، فأسهل أن يعني لدرجة أنكم تغطون الدوائر الحكومية الثانية عشان نشر هالمعلومات كلها. كلمة أخيرة توجهينها عاشة للمستمعين؟ بس إنهم ما يهملون صنف ويخلون صنف ثاني، يعني دائما حاليا إذا تشوفين الوجبات الغذائية عندنا كلها متركزة على العيش، صح، الخبز، هالأشياء، ما يركزون وايد على الخضروات. وصح كل صنف له أهمية، بس طبعا الخضروات والفواكه يعني راح تغنيهم عن وايد مكملات غذائية هم ياسين يأخذونها الحين، صح، فاعتمدوا على كل شيء طبيعي. صح، هالأشياء أنا وياك فيها، أن الناس بتبدأ تعتمد وايد على المكملات الغذائية والفيتامينات يعني من مصادر معينة، وقمنا نقللها أو نهملها سواء في تغذيتنا اللي متوفرة الحمد لله في كل مكان وعلى كل الوجبات. عاش الحمادي، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو. مستمعينا الأعزاء، مثل ما سمعنا في الفقرة هذه بخصوص الفعالية اللي هو Eat Your Rainbow، أو يعني طريقة الأكل بطريقة الاعتماد على ألوان قوس القزح يعني في الصحن نفسه، لأن معظم صحننا تكون سبحان الله بيضة فتبرز أكثر الألوان، اعتمدوا على كل لون أساس يثبت في عقلنا ولا ننسى كل لون له أهميته، وشو أنواع الخضار أو الفواكه اللي تركز أو لونها يشبه هذا اللون المعين، وهاي الفواكه كل فاكهة أو خضروات راح تكمل الفاكهة والخضرة الثانية، يعني كل واحدة فيهم يكون عندها فيتامينات أو معادن مركزة أو معينة فيها، فالتنويع فيها يخلينا نعتمد على فيتامينات و
معادن كثيرة ما نعتمد على شيء واحد بس، وهالأشياء كلها يحتاجها جسمنا أساس نستغنى. سبحان الله، يعني كل ما كان الشيء بطريقة طبيعية وصحية كانت فائدته للجسم أكثر عن المكملات الغذائية اللي ناخذها. المكملات إلا أهميتها، خاصة للناس اللي ما بقادرة تاكل أشياء معينة أو عنده حساسية من فواكه أو خضروات معينة. بس بعد في نفس الوقت كل ما نوعنا كل ما كان أحسن لجسمنا. نترككم إن شاء الله الحين فاصل إن شاء الله ورادي لكم. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. حياكم الله. نرجع لنفس موضوعنا في الفقرة الأولى اللي هي يوم الصحة العالمي. تكلمنا عن دور التغذية في هذا اليوم أو في عموما يعني في الصحة عامة للناس الموجودين. بالنسبة لهاليوم له فعاليات، حضرت لفعاليات معينة هيئة الصحة بدبي، وبتبدأ هالفعاليات إن شاء الله من اليوم. الفعاليات الصحية بتكون حزمة من هالفعاليات الصحية المتنوعة، وبتكون مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي، وذلك مناسبة يوم الصحة العالمي اللي يصادف 7 أبريل من كل عام. للحديث عن هالفعاليات يسرنا يكون اليوم ويانا عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي. الأستاذة أمينة مال الله، أخصائية التثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أمينة. صباح الخير، مرحبا كثير. هلا أمينة. أمينة، اليوم إن شاء الله بتكون فعاليات يوم الصحة العالمي. نعم. والهيئة الحمد لله يعني أنتوا نظمتوا فعاليات، حزمة من فعاليات اللي بتكون خلال هالفترة، وبتقطون خلال هالدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي عشان هذا اليوم. صحيح. بداية أحب أرحب بالمستمعين الكرام، وكما تفضلت حبيبتي أن في هيئة الصحة في دبي متمثلة في إدارة حماية الصحة العامة، نظمنا العديد من الأنشطة والفعاليات على هامش الاحتفال بيوم الصحة العالمي اللي مثل ما تفضلتي وافق من 7 أبريل. الهيئة نظمت العديد من الأنشطة تحت شعار التغذية الصحية الشاملة. طبعا أهمية هالاحتفالية توجيه الانتباه لأهم القضايا الصحية العالمية اللي تركز عليها منظمة الصحة العالمية، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة، الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الجيدة من غير مواجهة صعوبات مالية أو غيرها، ضرورة التحول من تصميم النظم الصحية اللي تتمحور حول الأمراض والمؤسسات إلى الخدمات الصحية اللي تتمحور حول الناس. طبعا تحت شعار التغطية الصحية الشاملة ننظم قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة حماية الصحة العامة. أيوة. عدد من الفعاليات تضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة واللي تهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز أنماط الحياة الصحية والسلوكيات الصحية السليمة، مثل التغذية الصحية، الامتناع عن التدخين، النشاط البدني. وهالأهداف هل كلها تتحقق من خلال طبعا الأنشطة اللي تضم المسابقات والندوات والاستشارات الطبية، الفحوصات المجانية، والعديد غيرها من الأنشطة والفعاليات. ممتاز. اللي مثل ما قلنا تبدأ من اليوم 7 أبريل تستمر طوال شهر أبريل. ما شاء الله. يتم تنفيذها في عدد كبير من المؤسسات. ممتاز. المؤسسات حكومية وخاصة في إمارة دبي. شو الدوائر والمؤسسات اللي بتستهدف الفعاليات إن شاء الله؟ في مجموعة كبيرة من المؤسسات، يعني أنا بذكر عدد معين منها اللي هي مثلا مؤسسة دبي الذكية، ورشة حكومة دبي، المجلس الوطني الاتحادي، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مركز دبي المالي العالمي، متحف الاتحاد، تاكسي دبي، جمعية بيت الخير، بلدية دبي، مؤسسة المواصلات العامة، وعديد طبعا عديد كثر من المؤسسات اللي بعدنا ما ذكرناها ضمن الجدول موجودة. فمثل ما قلت لك بيكون طوال الشهر بشكل يومي عندنا فعاليات في كل هاي المؤسسات، وكل يوم بيكون يخصص لهيئة أو دائرة حكومية وحدة أو بيكون في أكثر عن يوم؟
بالضبط، هو كل يوم بيكون في مؤسسة أو دائرة حكومية أو خاصة. ما شاء الله ممتاز. وخلال الشهر إن شاء الله بتغطون، بيكون إن شاء الله عدد كبير يعني بتوصلوا للمعلومات الصحية اللي بتكون موجودة في هاي الفعالية. بالضبط، التغطية بتكون بأعداد كبيرة وحسب الفعاليات اللي طول الأيام إحنا ننفذها، ولله الحمد الإقبال كبير من الجمهور ومن الأشخاص المتواجدين في هاي المؤسسات، وأيضا الرضا أو الاستحسان موجود بشكل وايد كبير ولله الحمد. ممتاز. أمين آمنة، لو سمحتي بالنسبة لي ممكن تعرفين أكثر على الجهود والمبادرات اللي تقوم بها إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي فيما يتعلق برفع الوعي والتثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع؟ إدارة حماية الصحة العامة طبعا لها خطة استراتيجية وتبذل الجهود كبيرة ضمن استراتيجيات هيئة الصحة لنشر الوعي الصحي ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمع. نحاول أن نسوي ونواجه التحديات في مجال الرعاية الصحية للوصول لأعلى مستويات في تطوير النظام الصحي والحرص على إقامة نظام صحي فعال يخضع أو يلبي الاحتياجات الصحية ذات الأولوية لجميع أفراد المجتمع. طبعا مثل ما ذكرت لك ان هاي تكون حسب خطه استراتيجيه قريبه المدى وبعيده المدى نحقق فيها الاهداف الاستراتيجيه لهيئه الصحه. ممتاز. بالنسبه دوركم انتم دور كبير بخصوص التثقيف الصحي. صحيح. لان يعني جزء من او مثل ما نقول احنا دائما الوقايه خير حتى من العلاج. صحيح. يعني أقي نفسي وتكون عندي ثقافة صحية لها دور كبير سواء للصحة للعموم للجميع. شو دوركم يعني خلال الفترة حتى الفترات اللي الحين شو دوركم بالنسبة للفعاليات اللي تسوونها لنشر الثقافة الصحية للمجتمع؟ هي إدارة حماية الصحة العامة أطلقت العديد من المبادرات. أيوة. مثل ما ذكرت لك في تحقيق مشاريع استراتيجية ومؤسسية، يعني المبادرات اللي استحدثتها إدارة حماية الصحة العامة اللي هي ضمن خطة هيئة الصحة 2013-2021 وضمن برنامج الوقاية وأنماط الحياة اللي تشملها استراتيجية هيئة الصحة، تشملها المبادرات طبعا مبادرات الأمراض غير المعدية، الأمراض المعدية، مبادرات الصحة المدرسية، مبادرة التطعيم والأمراض القابلة للوقاية باللقاحات، والتثقيف الصحي والصحة العامة والتوعية الصحية وتعزيز الصحة. كل هاي المبادرات شغالين عليها حسب خطط استراتيجية وطبعا تطبق من خلال العديد من الحملات اللي نفذها في المؤسسات الحكومية في الأماكن العامة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديث. ممتاز. ونوصل للمجتمع بمختلف الوسائل وفي الوقت والمكان اللي يناسب المجتمع. صح، وبهالطريقة أكبر عدد من المجتمع أو من المتعاملين تقدرون توصلوا لهم بطرق بالضبط. سهلة أساس توصيل المعلومة. ممكن تذكرين أمينة بخصوص الفعالية نفسها اللي اليوم إن شاء الله بتبتدي لين آخر شهر أبريل، شو الأشياء المعينة اللي بتذكرونها خلال الفعالية؟ نحن نغطي في يوم الصحة العالمي هذه اللي هي الشعار العالمي اللي هو التغطية أو الصحة للجميع من خلال الصحة التنمية التغطية الصحية الشاملة. طبعا هذا نوجه فيه كيف أن يساهم الشخص بنفسه في الوقاية من المشاكل الصحية من خلال اتباع تبني نمط حياة صحي. اللي نشجعها في خلال الحملات هاي الالتزام بالتغذية السليمة، الالتزام بممارسة الرياضة والامتناع عن العادات السلوكية غير الصحية سواء عادات غذائية أو عادات التدخين وغيرها، ومن خلال الفحوصات والتشجيع على الفحوصات الطبية اللي هو يساعد على الكشف المبكر للكثير من الأمراض، فنغطي بعض العادات الحياتية الصحية ونعززها عند أفراد المجتمع. ممتاز. بتكون في فحوصات معينة خلال الفعالية نفسها؟ نعم، عندنا فحص السكري وفحص الكوليسترول، في عندنا قياس الوزن والطول وحساب معدل كتلة الجسم. ممتاز. للأشخاص، بالتالي نعطي بعض التوضيح حسب النتائج اللي توصل لها ونعطيهم الإرشادات الصحية اللي تناسبهم. ممتاز. هالشيء يعني حتى وقت المتعامل يعني يكون في فئة في وقت دوامة وانتو توصلون لحتى المكان عمله،
يعني بالضبط. حتى مثل الوقت ما قلت لك احنا نحن نحاول بكثر ما نقدر نوصل للاشخاص في الوقت والمكان اللي يناسبهم ونسهل عليهم الحصول على المعلومه ونعززها عندهم. ممتاز. اليوم ان شاء الله وين بيكون التغطيه الفعاليه؟ اليوم بعدين في المجلس الوطني الاتحادي في دبي. ايوه استاذ امينه، في النهايه كلمه باختصار لمستمعينا الكرام بخصوص الفعاليه. هذه دعوة لجميع المستمعين الكرام أننا نبتدي نفكر في الوضع الصحي لنا، نتبنى أسلوب أو أنماط الحياة الصحية، نستثمر صحتنا لمستقبل صحي أفضل لنا ولعيالنا، وبالتالي مفاهيم الصحية تنتشر بيننا في المجتمع، كل يدعم الثاني لتبني هاي الأنماط الحياة الصحية والوصول إلى طبعا مجتمع صحي اللي نستهدفه نحن في إمارة دبي. ممتاز. أستاذة أمينة مال الله، أخصائية التثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. مثل ما سمعتم مستمعينا الأعزاء بخصوص فعالية اللي هي الفعاليات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي اللي بتكون في الدوائر الحكومية، كل يوم في دائرة إن شاء الله بتكون، وتكون لين آخر شهر أبريل، وبتبتدي من اليوم اللي هو 7 أبريل 2019، اللي بتركز على يوم الصحة العالمي. خلالها أشياء وايدة، منها بعض الفحوصات الطبية اللي هي البسيطة بالنسبة للسكر، قياس الوزن، التثقيف الصحي بخصوص التغذية، التثقيف الصحي بخصوص الصحة بالعموم اللي بتفيد ناس وايد. فاللي بيكون في الدائرة المعينة بخصوص الفعالية ندعوه أن يشارك في هاي الفعالية، يحضر، يسمع بالنسبة لي التوعية سواء التغذوية سواء الصحية اللي بتفيد كل شخص، وخلال الوقت منها استغلال لوقتك في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تثقيف صحي كامل وأنت حتى في مكان عملك. وها دور كبير بخصوص هالفعالية أنهم يوصلون لكل دائرة حكومية عشان نشر الصحة والسعادة في كل دوائر دبي إن شاء الله. مستمعين الأعزاء طالعين إن شاء الله وردي لكم. صحة وسعادة. سمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. بالنسبة لفقرتنا الثالثة، فقرة جدا مهمة تغطي فئة كبيرة من الناس، تقريبا كل الناس، خاصة الحالات الطارئة، وأهم من هالحالات تعتبر حالات أمراض القلب، وخاصة اللي فيهم السكتات أو الجلطات القلبية. خلال فترة إسعافهم، خاصة إذا كانت الفترة جدا بسيطة، لها دور كبير في الحفاظ حتى على حياة الأشخاص، في المضاعفات اللي تصير من الجلطة لا قدر الله أو السكتة القلبية وايد تقل، خصوصا إذا تم إسعافهم في لحظات أو دقائق بعد الجلطة أو السكتة القلبية. أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة مدينتي تسعفني لإنقاذ من يصابون بتوقف القلب المفاجئ في أي مكان في دبي، بهدف تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع. وللتعرف على هالمبادرة يسرنا أن يكون اليوم ويانا الدكتور سيف درويش، رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. صباحك الله بالخير دكتور. الله بالنور والسرور يا أخت عائشة. يا مرحبا يا دكتورة، حياك الله ويانا اليوم في البرنامج. بداية أنا بس أحب أني أشكركم على هاي الجهود الطيبة التوعوية اللي إحنا فعلا محتاجينها، يعني ما شاء الله عليكم في هيئة الصحة في دبي، هذا التكامل ما بين الهيئات والمؤسسات، من إعلام، من هيئة صحة، من إسعاف، هذا هو اللي أثر على حياة المواطن ويؤدي إلى سعادته إن شاء الله. حياك الله دكتور، شكرا لك على هالثناء، لأن صح يعني كل ما وسعنا نطاق التثقيف الصحي كل ما زادت يعني الحياة صحة وسعادة، وها هدفنا من البرنامج. صحيح. دكتور بالنسبة للمبادرة اللي هي مدينتي تسعفني، يعني اسمها حتى سبحان الله أنه يعطي انطباع كبير، يعني تسعفني اللي هي إنقاذ، وخاصة فئة معينة من الناس اللي الدقائق تأثر حتى في حياتهم وحتى في المضاعفات اللي تنتج عن هذه الأمراض اللي تكون موجودة. ممكن تعطينا فكرة عامة عن هالمبادرة وشو الهدف منها؟ احنا في البداية لو بنتكلم عن السكتات القلبية،
الفكرة في الموضوع أن الشخص لا قدر الله اللي يصاب بالسكتة القلبية هو واحد موجود طبيعي، حتى مثلا أحيانا لاعبين كرة، موظف، إنسان شاب، كبير، صغير، حتى طفل أحيانا فجأة يتوقف القلب لسبب أو لآخر، بتحصل الشخص هذا طاح مرة واحدة وما في نفس وقلبه توقف. إذا تم استخدام جهاز الإنعاش القلبي مع هذا الشخص خلال مدة تتراوح من دقيقة إلين 4 دقائق 5 دقائق، بإذن الله ممكن أن هذا الشخص يعني مثل ما تقول يعود قلبه إلى الحياة. إذا تأخرنا فوق ال5 دقائق خلاص هذا الشخص يعني بيتوفى، لأن القلب توقف عن العمل. فإحنا نتكلم الحين عن مبادرة تفرق أيوة. دقائق فقط اللي هي ما بين الحياة والموت. صح. وهذه هي الفكرة من هذه المبادرة. المبادرة هذه مربوطة بمؤشرات استراتيجية. احنا عندنا في المؤشرات في رؤية دولة الإمارات عندنا مؤشرات تتعلق بمعدل السكتات القلبية. طبعا احنا في إسعاف دبي عندنا الرؤية مالتنا ان احنا نوصل الى سرعة استجابة تتراوح ما بين 8 إلى 4 دقائق. نبى ننقصها بعد اكثر من خلال أن الناس اللي موجودين الفيرست ريسبوندر، أول شخص يستجيب للحالة، هو دائما الشخص المقرب لها. أنت بتتصل في الإسعاف، لأن الإسعاف يجيك يمكن يأخذ 4 دقائق. صح. لا، إحنا نبغى ننعش الشخص قبل ال4 دقائق. كيف هذه الطريقة تكون؟ من خلال هذه المبادرة اللي هي مبادرة مدينتي 9 سنين. الفكرة المبادرة تتلخص بالتالي: إحنا اليوم لكي نفكر عن صحة المجتمع لابد أن نفكر في الأكسس بوينت، إحنا كيف نصل إلى المجتمع. طيب الأكسس بوينت من أهم البنى التحتية اللي موجودة في دولتنا العزيزة هي المؤسسات الحكومية الموجودة في إمارة دبي. أنت تتكلم عن مؤسسات موجودة في طول دبي وعرضها في كل مكان. صح. هذه المؤسسات فيها موظفين. إحنا هدفنا من هالمبادرة أن إحنا نحط الأجهزة، أجهزة الإنعاش القلبي، داخل المؤسسات، وفي نفس الوقت نرفع وعي المسؤولين في المؤسسات إلى أهمية هاي الأجهزة. ما تكون ديكور فقط معطوب، أو مثلا يعني مثل بعض المؤسسات الأخرى يعني حتى خارج الدولة يحطون الجهاز ويسكرونه بمفتاح، إيش الفائدة؟ صح. أو ما حد يعرف يستخدمه بعد، أو ما حد يعرف يستخدمه، أو الناس تخاف أحيانا تقول لهم جهاز يسوي صعقات قلبية. صح. يخافون. يقول لك لا أنا يمكن أموت الريال، يمكن. من هنا تأتي دور المبادرة. المبادرة تتلخص أن احنا نوزع الأجهزة هاي على المؤسسات الحكومية، مثل ما تقولي الخطوة الأولى 80 مؤسسة حكومية في إمارة دبي، وحتى مؤسسات خاصة، مؤسسات شبه حكومية، مؤسسات اتحادية محلية، يعني متوزعة على حسب شراكاتنا مع هاي المؤسسات. ممتاز. وفي نفس الوقت تدريب الموظفين. احنا حطينا الهدف الأقل إن في كل مؤسسة يكون في 4 أشخاص. بعض المؤسسات طلبت منا 6 أشخاص و8 أشخاص و10 أشخاص، وإحنا تجاوبنا معاهم ومثل ما تقولي دربنا هؤلاء الأشخاص بحيث أنهم يكون عندهم المعرفة في كيفية استخدام الجهاز. مبدئيا خلنا نبدأ بالجهاز نفسه، الجهاز، جهاز الإنعاش القلب الرئوي. أيوة. هذا الجهاز جهاز آمن 100%، بس عشان الناس ما تكون خايفة، هذا جهاز آمن 100%. والجهاز نفسه عليه تعليمات كافية وافية. أنت من تشغل الجهاز، الجهاز يقول لك وين تحط الأقطاب. هاي الأقطاب عبارة عن باتش تلصق. أيوة. في صدر المريض. إنزين، هذا الجهاز يقوم أولا بإعطائك التعليمات شو تسوي. رقم 2 يحلل نبضات القلب. إذا في نبضات للقلب ويعني سبب سقوط الشخص شخص آخر، يقول لك لا خلاص أنت مو محتاج أنك تعطي صعقة كهربائية. أما إذا كان في احتياج أن القلب متوقف ويحتاج، ومن خلال تخطيط القلب اللي سواه الجهاز، فالجهاز يخبرنا يقول لا، يقول اعطوه صعقة. تعطيه صعقة، الصعقة آمنة جدا 100%، لا تأثر عليك، ما بتأثر على حد طالما أنت تتبع التعليمات ومدرب على الجهاز. يعطي الشخص إن شاء الله وبإذن الله، إذا أعطيت الصعقة القلب يعود إلى العمل مرة أخرى. اليوم إحنا عندنا، وأهم شيء مثل ما قلت لك، تدريب هؤلاء الأشخاص على كيفية استخدام الجهاز. صح. وما أن الجهاز يقول لك كل نقطة تسويها، يعني حتى يذكرك دائما، يعني 100% يعطيك التعليمات شو اللي تسويه شو ما اللي ما تسويه. بالإضافة إلى ذلك بعض الأجهزة عندنا مربوطة بمن خلال يعني فيها شريحة اللي هي شريحة اتصال. أيوة. ومن خلال هاي الشريحة هي مربوطة ويانا، فالمسعف هو جاي ممكن إنه يشوف يعني تخطيط القلب لهذا المريض. ممتاز. يعني كذي حتى يوصل للمكان نفسه خلال الإسعافات الأولية. نعم. ولا والمسعف نفسه يعطي التعليمات أيضا للشخص المدرب
إنه سوى 1 2 3 لأن هذا الشخص صراحة متجرب وعارف يتصل وين، بيتصل في غرفة العمليات، غرفة العمليات ممكن نتحولها للمسعف اللي جاينا في الدرب أو الطبيب. اليوم إحنا في عندنا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عندنا طبيب طوارئ موجود في الشارع، فممكن يكون الطبيب نفسه هو اللي جاي في الدرب يتواصل معه، الطبيب يقول له سوي 1 2 3 فيعطيه تعليمات أيضا يعني بشكل واضح. هذه المبادرة مربوطة بمبادرة أخرى هي مبادرة أسعفني. مبادرة أسعفني هاي تقوم على أن يكون عندنا مجموعة من المتدربين منتشرين في 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 يعني مثلاً في إمارة دبي، يكون عندهم أكسس عن طريق مثل ما تقولي برنامج معين. أيوة. فنفترض أن حالة طاحت الحين في منطقة مثلاً يعني أي منطقة في دبي سيتي ووك مثلاً. أيوة. حد مثلاً طاح. أيوة. إحنا نقدر نشوف المتدربين اللي ويانا على بال طبعا ما سيارة الإسعاف توصل خلال 4 دقائق إلى 8 دقائق مثل ما قلنا، إحنا ممكن نحن نشوف منه أقرب شخص لهذا اللي طاح. فهذا مثلا يكون في واحد ثاني مثلا جايز يتمشى أو مثلا يشتغل هناك أو نفسه. أيوة أو يشتغل، فإحنا ننتبه إن نشوف ها في واحد قريب عنا نتواصل وياه نقول له ها تقدر تسير، بيقول أوكي يسير لين الحالة ويكون هو أول شخص يتعامل مع الحالة. ممتاز، كذي وفرتوا وقت كبير يعني حتى الدقائق تفرق أكيد. ولا وإحنا ربطنا كذا مثل ما تقولي مبادرة مع بعدها البعض، في النهاية هدفنا مثل ما تقولي إسعاف المرضى. وبدأنا مع تواصل مع الشركات الحمد رب العالمين، في عندنا في إمارة دبي يعني من خلال الاستراتيجية اللي حطتها دولة الإمارات للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات الخاصة، يعني كان عندنا تعامل جدا يعني مثل ما تقولي فعال. كان عندنا شركة الخليج والعالم وشركة ليدرز أعطونا الأجهزة مجانا، سعر الجهاز الواحد يتراوح ما بين 13 إلى 17 ألف درهم، وأعطونا الأجهزة مجانا، وهاي الأجهزة هي اللي إحنا وزعناها في المؤسسات الحكومية. فهو عمل متكامل، قطاع خاص نشط، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تشرف على العملية وتنظمها وتطلق المبادرات، المؤسسات الحكومية تستجيب وتعطينا المتدربين، المواطن يتم تدريبه ويتحول إلى مواطن يسعف في أي مكان ومتنطف في أي مكان كل وقت، وعند الإمكانية أن ينقذ حياة الناس. كفاية أن الإنسان يشعر بهذه المتعة وبهذا يعني مثل ما تقول الأجر اللي حصله بين قاض روح حشر، يعني من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني مو شيء يعني دقائق، ويمكن هالشخص عائله ويا يعني عائلته كلها معتمدة عليه، يعني أنت مو بس أسعفته، أسعفت العائلة كلها اللي معتمدة على هالشخص نفسه. صحيح. وأنا قعدت يعني من خلال تعرف مؤسسة خدمات الإسعاف نقعد احيانا مع الناس اللي هم مثل ما تقولي شاركوا في عمليه مثل ما تقولي انعاش قلبي رئوي لحد كان بيتوفى من خلال سكته قلبيه ولا شو، هؤلاء الاشخاص يكون في بصمه في حياتهم. صح. يعني في كثير منهم تتغير حياتهم، نظرتهم للحياه، نظرتهم للحياه والموت تتغير من خلال انقاذ شخص كان مشرف على الوفاه. دكتور سيف، ممكن تكلمنا عن عدد الجهات المستفيده منها؟ احنا الحالية في المرحلة الأولى عندنا 80 جهة منتشرة في كل إمارة دبي، خصوصا تركيزنا على الجهات المحلية، وأيضا من خلال الجهات مثلا الأخرى اللي عندنا وياهم شراكة في القطاع الخاص وفي غيره في منطقة حتى في كل المناطق اللي يعني مثلا تابعة لإمارة دبي. احنا تركزنا أيضا على المناطق الخارجية مش فقط في إمارة يعني في مدينة دبي إنما أيضا في المناطق الخارجية. والشيء الجميل في الموضوع إن احنا مثلا اليوم صرت مثلا للمؤسسة الفلانية مثلا أيوة. بلدية دبي كمثال إنزين، وبينت لهم هذا الجهاز وحطيناه في مثلا في موقع مثلا في المؤسسة موقع صحيح مثلا في نص المؤسسة أو عند المدخل أو عشان سهولة الوصول له بعد. نعم. وعينا يبنى 8 أشخاص دربناهم، 8 أشخاص هذيلا ينقلوا المعرفة إلى باقي موظفي المؤسسة. المؤسسة نفسها القيادات العليا بدأت تفكر مثلا لا أنا ما أحتاج جهاز واحد، أنا أحتاج أكثر من جهاز، أنا أحتاج جهاز في كل فرع من فروع مؤسستي. صح أكيد. في كثير من الجهات بدأت تتواصل معنا، لا إحنا مو نبى جهاز واحد، إحنا نبى مثلا 20 جهاز 10 أجهزة. فإحنا يكون دورنا ساعتها إن إحنا نوصلهم بالموردين المعتمدين اللي عندنا وهم يتواصلون معهم ويتجهوا. يعني هي المؤسسة بدأت من عندنا ولن تتوقف عند الآخرين، أما بتكمل عند الآخرين إن شاء الله. وهذا دور كبير اللي تسوون الصراحة. دكتور سيف نحن عارفين أي مبادرة بتتنفذ تحتاج المراحل عشان تنفيذ هالمبادرة، شو المراحل اللي تبعتوها عشان تنفيذ مبادرة مدينتي تسعفني؟ إحنا بدأنا من خلال الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات.
احنا عندنا خطة استراتيجية وعندنا جدول للمؤشرات الوطنية. أيوة. جدول المؤشرات الوطنية أول ما شفناه كان في جزئية تتعلق بعملنا كإسعاف اللي هي معدل الوفيات من حالات التوقف القلب. فهذا المؤشر بالنسبة لنا كان هو التحدي، تعرف يعني أنا كيف بخفض هاي النسبة؟ صح. طبعًا دولة الإمارات عندها يعني تصبو إلى معدلات أحيانًا إحنا يعني مثل ما تقولي ما نقدر نلاحق على حكومتنا. يعني مثال سرعة الاستجابة 8 دقائق على مستوى العالم. الله يطول بعمره سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قال لا توجهوا إلى 4 دقائق. قال ليش 8؟ إحنا دبي غير، قلنا له عالميًا طال عمرك قال لا نباين يكون 4 دقائق. فنحن نسعى إلى أن احنا نصل إلى رؤية حكومتنا ورؤية شيوخنا الله يطول بعمارهم. فكانت البداية من خلال جدول المؤشرات الوطنية، لأن هذا الجدول وهذه المؤشرات مرتبطة بعملنا يعني من الناحية الاستراتيجية. فكان أن احنا لابد أن نقلل سرعة الاستجابة. طيب سوينا فريق، الفريق هذا بدأ بعملية العصف الذهني. أيوة. بدأ يأخذ بعض الأفكار من الموظفين، يأخذ بعض الأفكار من الخبراء يعني، والفريق هذا بدأ يطلع بأفكار. واحدة منهن مثلا ان نبغى نسوي اد ان كيف بنقلل الوقت، لان تعرفي موضوع عدد الوفيات احنا دورنا تقليل سرعه الاستجابه بان حياتنا يصل المسعف ويبدا بعمليه الاسعاف. فكرنا ان لا، انا ما ابغى ان فقط اعتمادي على المسعف، انا ابغى اعتمادي ايضا على المواطن الاماراتي والمقيم في دوله الامارات. هذا احد مثل ما تقولي الاسد الموجوده عندنا وطاقات ما شاء الله جباره أكيد. واستعداد للمسؤوليه واستعداد للمبادره واستعداد للتطوع كبير الحمد لله رب العالمين موجوده، بس محتاجين شو اللي شوي يوجههم. ايوه والتدريب. اول ما اطلقنا الفكره يعني هذه الفكره نبتعد من هنا، لا انا عندي مواطن مستجيب، عندي دائره حكومه دوائر حكوميه منتشره في كل اماره دبي وعندها الاستعداد انها تستثمر في مثل هذا البرنامج، عندي مؤسسات قطاع خاص. طيب في احيانا تفكر والله الميزانيه قد تسمح، لا انا بفكر بالمسؤوليه المجتمعيه. في عندي مؤسسات في القطاع الخاص، خصوصا اذا جبت لي مؤسسه في القطاع الخاص يعني مثل ما تقولي فكرة لها تأثير على المجتمع، لها تأثير على صحة الناس. لا وايد من المؤسسات الخاصة تبادر وتستعد أنها تقدم، وخاصة أن موظف عندهم يعني إذا حس أن مسؤولة مراعي صحته أو أن يحس أن يراعي أشياء معينة يعني إنقاذ حياة شخص، فحتى ولاء المؤسسة يعني يزيد. لا احنا لما نتكلم على الموظفين، لا احنا عندنا كموظفين احنا عندنا مسؤوليه كامله، كل موظف في حكومه دبي او في اي مؤسسه واجب ادارته واجب المسؤولين والقائمين انهم يهتموا بالصحه والسلامه، وهذه مثل ما تعرف هي قوانين تنظم هذا. هي هذه هي موجوده، بس اول ما يحس ان باهميه هالشيء تحس ان حتى هو يعني يعني مثل يعني حتى الموظفين تدربوا حق الاسعافات الاوليه او حتى اسعاف القلبي يعني شيء بعد مو بسيط. أكيد ويدربوا ونعطيهم شوفي هو القضية مش التدريب بقدر ما هي أنت تعطي القوة وتعطي الثقة إن لا أنا بستخدم هذا الجهاز. ترى العملية الإنقاذ الشخص محتاجة إلى قائد. أنت في لحظة ما يعني سبحان الله ما تدري متى، يمكن في بيتك يمكن في عملك في الشارع يمكن في أي مكان، أنت متدرب. أولا إحنا نركز على هالنقطة، أنت تم تدريبك، فإذا تم تدريبك أنت ساعتها تحتاج أنك تكون قائد وتقود المسرح، احنا نسميه مسرح العمليه اللي موجود فيها بالشكل الصحيح، بحيث انك تتواصل مع الجهات المعنيه من خلال ارقام التواصل 999 يعني غرفه العمليات، وتتواصل معها 997 عندنا غرفه العمليات، وهناك تكلم مثلا لحد اخر يجيب الجهاز، ومثلا انت تبدا عمليه مثلا السي بي ار الانعاش القلب الرئوي اللي ما يقول لك الجهاز وتتعامل معه. فلا عمليه محتاجه الى قائد، والحين الحمد لله رب العالمين الشخصية طبيعة المواطن الإماراتي إن عند الفزعة عند صح. محبة المساعدة ما يقصرون ترى الحمد لله، وعندهم المحبة لأنهم يتقدموا هذه المساعدة. فتعرفي بس إحنا محتاجين نشوف إن إحنا نوعيهم أكثر، نعرفهم أكثر، وهنا بتتكامل الأدوار. ترى في النهاية إحنا علينا نشوف إن الحالة نوصلها لمرحلة الاستابلايزيشن وبعدين النقل السريع ومما يعني وتثبيت الحالة لين ما نوصله إلى هيئة الصحة أو مثلا المستشفى اللي بيتعامل مع الحالة بشكل أفضل أو بشكل أكبر أو أكثر. ممتاز. والجميل دكتور سيف تواصلكم المباشر مع الحالة نفسها، يعني الأجهزة متواصلة نفس أنت ما ذكرتنا مباشرة مع المسعفين، فهالشيء يعطي الشخص المتدرب حتى الأمان أو حتى الجرأة يعني، أو أن دائما أنتم متواصلين معه خاصة في البداية. يعني
وحتى نفرض ان شخص مو متدرب الحين بعد انت ما تقدر ان تقول كل الناس بتدربهم صح. افرض ان شخص مو متدرب، الشخص الغير متدرب اول شيء يسويه يتواصل مع الجهات المسؤوله من خلال ارقام التواصل المعروفه، وهناك بغرفة العمليات هي بتوجهه بيقولوا له سو 1 2 3 4. فهنا الشخص يعني اللي يشوف قدامه أي حالة لابد إن أول شيء يتواصل معانا وإحنا اللي بنخبره شو اللي ممكن نسويه لإنقاذ هذه الحالة. هنا التواصل ما بيننا وما بين الحالة يعني أو ما بيننا وما بين المسعف الشخص أو الشخص اللي موجود في 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 مسرح المشكلة، هنا بالتأكيد هذا التواصل قد يفرق يعني حياة أمه. أكيد خاصة هالدقائق وايد تفرق. دكتور سيف، كلمة أخيرة توجهها المستمعين الكرام خلال البرنامج. إحنا في إمارة دبي ولله الحمد يعني الواحد أولا من لم يشكر الناس لازم يشكر، لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني قيادتنا الرشيدة الله يطول بعمارهم، يعني وجود مثل هذه الرؤية التي تفكر وتركز على سعادة الناس. ترى سعادة الناس من وين بتي إذا ما في صحة؟ صح. هذا الاسم المبدع اللي أنت اخترتوه صحة وسعادة، ترى من وين طلع؟ الصحة هي جزء أساسي وركن مهم من أركان الصحة. ما نتوقع أن واحد يعاني من الأمراض ويكون سعيد إلا إذا تعامل طبعا مع أمراضه بالشكل الصحيح، لكن صح. السعادة والصحة مرتبطين بنفسهم بعضهم البعض، فلا بد أن الإنسان يستثمر في صحته وفي صحة الناس المحيطين حواليه. كيف هذا؟ من خلال أنه أولا يحرص على التدريب المستمر، يكون عنده شهادة التدريب الإسعافات الأولية. يا جماعة الخير يعني عندنا شغالات في البيوت دربوهم على الإسعافات الأولية، عندك سايق درب على الإسعافات الأولية، انت روحك تدرب على الاسعافات الاوليه. يعني انا عندي اذكر قصه مره سمعتها يعني وشفت الشخص، شخص درب عياله اعمارهم يعني مراهقين دربهم على الاسعافات الاوليه، بنته انقذت شخص من الوفاه، كان عمرها الله. في ذاك الوقت 14 سنه 13 سنه، ما شاء الله انقذت شخص من الوفاه. يعني لان الواحد ما ياخذها بصح اهميه كبيره، خاصه يوم الواحد ينحط في موقف معين. صحيح. وإحنا نحين نشتغل على تشريعات إن شاء الله يكون عندنا قوانين وتشريعات تنظم هذا العمل بشكل أكبر، من خلال إنه يكون يعني تعرف أنت في أماكن في أوروبا الحين في يعني في كثير من الأماكن جهاز الإنعاش القلب الرئوي موجود في كل مكان. في كل مكان صح. في كل مكان، وإحنا هذا اللي نسعى له في إمارة دبي، إنه يكون هذا الجهاز متوفر في كل مكان. استثمار بالملايين، لكن ثبت إن هذا الاستثمار استثمار مجدي، استثمار عائدة على الوطن وعلى صحة المواطن جدا كبيرة. فأنتوا في عيوننا وفي قلوبنا ودائما يعني مواطنين دولة الإمارات المقيمين فيها، في كل مؤسسة حكومية هم نصب اهتمام هذه المؤسسة، كل حسب اختصاصه. من هذا الشيء نبع يعني مثل هذه المبادرة، والحمد لله رب العالمين المؤسسات الحكومية تتفاعل مع مثل هذه المبادرة واستجابة لها بعد كذلك. استجابة رهيبة يعني ما شاء الله عليهم ما يقصرون لطلب عمارهم. وكذلك أنتوا نثني عليكم ونثني على مثل هذا البرنامج ونثني على هذه التوعية المستمرة. التكامل ما بين إسعاف دبي وما بين هيئة الصحة في دبي نعتبره مثال مشرف لكيف المؤسسات الحكومية ممكن أنها تتكامل مع بعض مو بأنها تتنافس مع بعض. حلو. شكرا دكتور سيف درويش رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. شكرا لك دكتور سيف على مداخلتك يعني اليوم. مستمعينا الأعزاء، مثل ما طرقنا اليوم الصحة، موضوع الصحة العالمي يوم الصحة العالمي والفعاليات اللي بتكون موجودة إن شاء الله، وعن مبادرة مدينتي تسعفني اللي كانت آخر فقرة لنا في اليوم. نتمنى لكم نهاية يوم سعيد وأسبوع كامل سعيد وموفق إن شاء الله. أشكر طاقم العمل وياي في البرنامج، نستودعكم الله، نلقاكم إن شاء الله باكر. صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.